بقت وحشة. طيب ما روحتش توشكا، روح فين؟ انت تعرف من يوم ما وقفت توشكا وسينا جبنا 13 مليون حوالين القاهرة واسكندرية كعشوائيات. صحيح. هل تعرف يا اخ عمر ان المساحة اللي احنا عايشين عليها دلوقتي مرة ونص عام 200 سنة يا محمد علي، ايام كنا 3 مليون، واللي بيتكلم يقول يعني ما، ولحد دلوقتي من 3 الى دي كارثة لازم يحاسب عليها. طيب دلوقتي يا فندم استقريت على وزراء معينين يا فندم، يعني عايزين ناخد برضو انفراد ببرنامجنا يا فندم، في اسماء معينة يعني استقريت عليها حضرتك؟ صدقني اقول لك الثلاث ايام فاتوا مني عشان اقابل الشباب وغير الشباب، اول يوم النهاردة اشوف الكشف بتاع الوزراء ده من الوقت لا يقل عن 60-65% ما اعرفهمش، وفي نفس الوقت جافتني 2-3 من الشخصيات الكويسة اللي اتمنى انها تكون موجودة اعتذرت. بل فحاليا بسعى ان انا اجد بدائل، ولكن في ذهني وانا حريص جدا ان انا اجد من الشباب ما يتولى 3-4 وزارات. يعني في اسماء معينه يا فندم؟ صدقني لو في اسماء كنت اقول لك يا اخ عمرو. طيب هل في اسماء معينه من الحكومه الحاليه حكومه الدكتور عصام شرف هتكون موجوده في حكومه حضرتك؟ ما اصلا زي ناس يقول لك يعني سمعنا المهندس ماجد جورج مستمر، سمعنا الدكتور منير فخر عبد النور مستمر، يعني هو بالخطا لابد ان يكون هناك، لان ما فيش حد هنقدر نغير 30 وزير، ده كلام مش ممكن يعني، ما فيش اي بقى الا انقلاب يعني، لكن خاصه ان في منهم ناس المصلحه العامه تطلب منهم لانه له خبره، وبالذات الناس اللي عندها خبره موجوده مش عاوزه تيجي، طب ماذا تفعل؟ فاذا هيكون في يعني في حدود التلت او اقل من الوزاره الموجوده والباقي جديد. هل يا فندم هيتم الابقاء على منصب وزير الاعلام ام انه سوف يتم يعني انهائه والاكتفاء بمفهوم اخر او منظور اخر او مسمى اخر؟ لا هو اصلا الموضوع اخ عمرو، الموضوع ده اخذ فيه قرار والغيت وبعدين رجعت، فمش عاوزين نقعد بقى نشيل ونحط يعني، انا اعتقد بقائه ممكن كمنصب موجود لحد ما في بقى وزاره منتخبه عندها وقت 2-3 تبقى تعيد هيكله الوزارات كلها يعني، ولكن الفتره القليله دي اعتقد يعني ما فيش داعي نعود للالغاء الذي او ضم وزارات، لان في وزارات كثيره ممكن انها تضم، بحيث ان يكون بدل ما عندي النهارده 27 وزاره ممكن يكونوا بالراحه 20، والكلام ده مفهوم قديم وحاولناه اكثر مره، لكن كل الكلام ده مش وارد دلوقتي الا لما اكون وزارة بعد كده منتخبة عندها وقت قد يكون 2-3 يحق لها انها تعمل الكلام ده. طب اذا فندم تم الابقاء على منصب وزير الاعلام، هل وزير الاعلام نفسه الموجود حاليا سوف يستمر في الحكومة القادمة؟ لا ما انا مش عاوز، انت بقى خلقت من الاعلام الى الصحافة وجالك فك الحس الاعلامي، انا مش هقدر اتكلم على اي حد دلوقتي. طيب انا ليه سؤال، يعني هل لو المجلس العسكري بعت لسيادتك بعض المقترحين من الاسماء المرشحة للوزارة هتقبلها ام لا؟ بس يعني دي مسؤوليتي انا، دي مسؤوليتي انا، وانا اللي هختار الوزراء، والكلام ده بقوله هذا، وعشان كده بعض الوزراء القدام الموجودين اللي انا اعرفهم وبشعر ان مصلحه انهم يبقوا هبقيهم، والجديد صدقني برضو انا اللي اختاره. طيب ما مدى صحه انه سوف يتم الاستعانه بالمستشار طلعت حماد الذي كان موجودا في ظل حكومه سيادتك الاخيره وكان وزيرا لشؤون مجلس الوزراء، سوف يكون موجودا في هذه الحكومه، هل هذا صحيح ام لا؟ غير صحيح. غير صحيح. نعم. طيب دكتور كمال، في حاله ان شاء الله اتنام الحكومه، متوقع انت انها تقوم بقسم اليمين امام السيد المشير؟ ارجو هذا الكلام على 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 الاربعاء والخميس ان لم يكن يضطر يوم كمان، لانه انا لسه ما اتكلم مع حد لحد دلوقتي، يعني هل هنتهي في خلال الثلاث والاربع ولا ارجو هذا، يعني لانها من المفيد انها تنتهي خاصه بعد اعلان